واحد. نصيحة غيره ترى الخصم ملاحق. لا لا عايض عايض عايض. سالم هنا. يوسف هنا. أبو يوسف. خلاص بنحط سالم بنحط سالم. أنا حبيت سالم. يا يا. عايض أكيد خلاص خلاص. أبو أسف علي علي. لا لا علي علي علي. علي. فريقي لا اله الا الله والله اني مختاره والله ما اقدر فيه شوف جسمك على سؤال ما بجيك بجيك واحد علي والله اني مختار علي والله ما في احد فريقي علي لا اله الا الله لا اله الا الله فك فك علي 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 فك يا علي عساف يلا رجان اوكي انك ضخم وكذا بس خليك مكانك اخر نداء لهم اذا ما جاوا نبدا دقيقه طيب راس بيهددني يقول يبغاك تسر راسك عيال على قولت ناصر الحربي وحد المايك وحد المايك وحد الصوت خاصة مو بجابر ثلاثة ستة سبعة واحد اثنين ثلاثة صالح فهد وقيس تعال هنا لا 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 أنا 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 لازم أتدخل وأقسمكم فهد القيس لا لا ما امر عليك فضل الامر تعال هنا ريدي ليمون ليمون ريدي ليمون ليمون يلا مو اجي فهد القيس لو سمحت فهد لو سمحت غش معنا غش معنا علي ابو ضحيان 6 سلام عليكم 5 6 7 8 ترى ما كنت 7 علي على 2 ما يحتاج يلا يا علي علي فهد مسفور ترى قد صدق والله طيب طيب المتحدث حقنا عارف في مجال تغيرونه ترى الخصم يلحقه تجرب تجرب ايش الكلام انا اعترف زين قوي يا عيال جاوب عليه يا اخي عندنا جوابها طيب بشرح لك بشرح لك بشرح لك طيب صوت 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 اسئله ثقافيه اسئله ايا كانت سعود قبل شيء يقول له ايش استفيد او ما اعرف الجواب مثلا والله فضيحه معليش مثلا سألت سؤال متى وقعت غزوة خيبر هذه فائدة فقرة ذي مثلا يعني مثلا غزوة خيبر سنة 7 ما حد عرف منكم جاوبت أنا يبقى السؤال في بالك أنت أطلع ترى هذه فائدة الفقرة والفريق الفائز له نقاط طيب الحين مثلا تعال يا واحد من لا لا مثلا 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 يا عايض عيال خلنا نشرح دقيقة خلنا نشرح شباب خلنا نشرح خلنا نشرح الحين مثلا تعال يا سعود مثلا من واحد من الفريق هذا رشحوا واحد علي اختار سعود يا سعود واختار سؤال ما اعرفه ينتقل السؤال لكم اذا جاوبتوا صح نقطه اذا ما جاوبتوا تخصم نقطه علشان ثاني مره ما تتجرأ تعدى سؤال غيرك اذا جاك سؤال جاوبت لك نقطه اذا جاوبت لك نقطه اذا بتاخذ سؤال غيرك اذا ما جاوبته ترى عليك خصم واضح طيب إيه اذا انت ما جاوبت اقدر اكنسل السؤال اذا واحد منهم بيقدم بيجاوب اذا غلط اخصم عليك في خيارات لا ما في خيارات تبغى اعطيكم خيارات اعطيتكم عادي اي خيارات خيارات كم واحد ما يصير بدون خيارات ما في خيارات طيب يلا اسال تبغى نبدا من هنا ولا من هنا اليمين اليمين والله اللي قدم لي علي شنو السؤال اختر واحد من فريقك يجي اي بس انا شنو فكرتي قول السؤال ونتفق احنا بيننا واحد فينا يروح يقوله بس انا اشوف اللي تبغون هو يسحب عادي واثق فيني سحب لا لا يسحب سؤال راح ابغى واثق فيني سحب لا صدق يا ابو عاشق ما في ثقه يلا ابو عاشق لا 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 رقم واحد يا مثل ما تصفق تعال تعال جنبي تعال يا شباب عيال نجحوا الفقرة والله لكم نقاط ما تنجحها أنت خسران أسلم أسلم أبو عشق اختار فهد يلا فهد يبون الإعداد بسم الله بسم الله افتح السؤال افتح السؤال ورني أول من أسلم من الموالي من إيش لا تجاوب رحنا نسوي حل نجيب حل أول من أسلم من الموالي والله السؤال عيال قوي ما تعرف؟ خليك معنا يا ولد. خليكم جاهزين يمكن ما يجاوبون يمكن. لعبي
الشرقيه اللي كان عند رشيد الله صار انس مش لا انس بن مالك خادم الرسول. سؤال سهل قعدتوا عنده زي كذا انصار اصبر يا شو اسمه ولي الملي اللي عند الرسول صلى الله عليه وسلم لا عمار بن ياسر شو اسمه عمار بن ياسر اللي ضرب في شو اسمه ايوه بس من اول من اول من اسلم اول من اسلم يا فهد القيس اي المولى اللي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الموالي المولى اللي كان رسول الله تطلع اجابه بالغلط والله بخصم لا تطلعون إجابة لأن نتفق أصبر محمد أبو جابر يلا يلا خلاص قوم قوم من هو؟ من هو؟ عادي 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 عمار بن ياسر يلا يا شباب قول عادي قول سؤال لا أنا واثق أبي يجي عشان أجاوب واثق مرة صحيح معك غير أقول عمار بن ياسر خطأ يلا شو يبونا ولا لا؟ معلش شباب فدا فدا يا أبو عندكم جواب يا شباب؟ لا ما عندنا جواب دقيقة عايض عايض ما قلتك تعال دقيقة عايض ما قلتك تعال عندكم جواب لا إذا جاوبتوه لا تبون جواب إيه الجواب عطره بلال بن أبي رباح بلال قلت لكم بلال بن أبي رباح والله قال أنا يلا صفقة صفقة أنت مو بوقتها بدينا بدينا طلع واحد منه وطلع واحد منه وعطهم نفس السؤال لا 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 ما يلا عايض ترشح أحد ولا تجي ها انت كذا جيت مفرع عشان ما تجرب السؤال انا مرشح كفو ما طلق احد حي عادي حي يا صوره صوره شوف شوف كذا هذا معكم لا تناظر اختر سرعه خليك واثق وانت اختار هات 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 اقرا هات اقرا عطى 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 لازم تقرا لازم اقرا انا ما قدرت ايش السؤال اصلا ما تعرف تقرا كم سنه حدثت غزوه احد يطلع اجابه كذا بالغلط خصم زين نبيه احنا اذا ما جاوبوا زين مو زين اذا ما جاوبوا نبيه اي اذا اعطاها كذا أجاوب معجب خصم بيجيك هذا سهل بيجاوب حتى ذا سهل ترى لا لا قول والله سهل خلاص تعطينا السؤال الصعب وتعطيهم السؤال السهل أنت اللي اخترت سؤالك بنفسك أنا عشان كذا أبيك تجي عشان تختار أنت سؤالك بنفسك عشان ما يجيني فهد نواف عيسى يقول أعطيك السؤال الصعب واثق من إجابتك؟ واثق ولا لا؟ أدري عنهم لكن هم قدموا كلك مطلق لكن واثق ولا لا؟ الله يرحم والديك السنة السابعة من الهجرة خطأ شباب ثقافتكم ضحلة جدا كفو معلمين خطأ بس هي لا لا من اللي اختم معليش من اللي اختار الجواب انا بضرب انا انا سنة الثلاثة للهجرة كانت سنة ثلاثة عندنا جواب طيب اي والله اي والله تدار اي والله هذا من هنا انا خطأ مني انا ماله ماله خطأ عندنا 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 خلاص من جاوب من جاوب جاوبت بالغلط والله طلعت مني خلاص تعال اختر صوت تعال اختر صوت ثلاث الهجرة لا غلط ما يصير جاوب تعال الجواب قاعدين نختار شوف كرر الكلام انا طلع الجواب طلع الجواب مني خلاص تفضل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عايض مكانك له انت لقبه لقبه الطيار عيال شوي بس لقبه الطيار فمن هو فمن هو لقبه الطيار فمن هو بس بس قلتك جاوب ايه فريقنا فريقنا صح فريقنا اجابه صحيحه يا شباب نقطه نقطه لا 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 صح نقطه نقطه جاوب ما له داعي ايه لقبه الطيار ايه يجلس بس عشان لنا ما ايه رايح جاي عايض لا انت شوي بس لا انت شوي يلا نقطة هنا هنا صفر لا شيء تقرأه ولا اقرأ انت هات 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 نشوف نشوف صحابي اسمه عبد الله بن عثمان فمن هو اجاوب من هنا جاوب من هنا ابو بكر الصديق
يا سلام. كفو! نقطة هنا، نقطة هنا. أبو جابر ثقافته كويسة. أبو جابر تعادل، نقطة نقطة. أبو جابر شكرا على الثقافة. تعبنا ما شاء الله طلعت ثقة. باقي باقي تو. لا نادر معلش، لا لا ثواني ثواني معلش معلش، أنا بلغت شباب داخل اللي تأخر ما يدخل. الذي لا أنت الطاولة الثانية يا أبو سعود. ما لا ما تسوق على كذا. دقيقه، حفيدة الرسول صلى الله عليه وسلم من غير ابنته فاطمة. حفيدة الرسول عليه الصلاة والسلام من غير ابنته فاطمة. ها ها، ايش رايكم؟ لا من كيف على اختيارات؟ في اختيارات لا. أنت وحظك. ها يا طلع واحد منكم اختر سؤال، أنت وحظك. كل اللي قلته ما بنات فاطمة. رجيل فكروا. بيوسف جهز فريق. الحين قاعد أرتبهم. وصايع. شغل مخ. علمك. إيه نبي كرك. شتت. إيه بالله نبي كرك. أصفر نقاطك. أكيد أكيد بنات عدنا. عسى بس الكلمة ما تقطعها. والله ما ليه عشان ما نفتح. نقول بلغهم اللي يجي يجلس هناك. انا نقول ما نجاوب. ها لنا حريه، انا ما نجاوب. لا لا نحاول نقول. ام كلثوم، ام كلثوم اللي زوجة عمر بن الخطاب. ام كلثوم حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم من غير ابنته فاطمة. سؤال صعب. لا نقدر ما نجاوب. ام كلثوم التعليم. لا 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 معجب اقدر ما اجاوب. انت قصول لهم صح. لا لا بنجاوب بنجاوب. يلا اصبر معلش بنجاوب يا اخي اصبر معلش. أنت اللي موجه. أنت مستحيل واحد اثنين ثلاثة. طيب سؤال. ما عندكم إجابة. أنا سؤال. خطأ ينتقل الثاني. لا مو بخطأ، أقدر أقول ما جاوب ينتقل لهم. لأن إذا خطأنا ما يصير علينا شيء. عادي تختم أخصم عليك. يخصم عليك إذا أخذت سؤال. إذا هم ما جاوب أخذت سؤال. إيه قل هذا اللي يعني طلع. حقك. طيب مين؟ الوقت يا فهد القيص علي مجموعتك. سبع عقول. ما طلعت بإجابة. يا الربع هني هني. لو سمحت اعتذر منكم. تطميش فيكم داخلين فصل انتم. هو دنورين هناك لو سمحت. خلاص قول اسماء بنت عثمان. هذا قرب الدرباويه. قل كذا اي قول اسماء بنت عثمان. متاكد؟ لا ما لا ما في احد. يا شباب جاب مكان شباب اعطونا اجابه سريع معليش. مكانك مكان. السلام عليكم. السلام لو سمحت. اسماء اسماء لا 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 ارفع قول عادي جاوب. اسماء بنت عثمان. اسماء اسماء ابن ما ما اذكر في احد اسماء. اسماء غلط. طيب خلاص جاوب غلط. خلاص ما عندي الجواب. ما جاي لكم انا. احد منكم عنده اجابه؟ جاي لك انا ما اعرف الا انت. انا اوريك مره. شوف ايه جاوب. اروح الدربويه. منو منو؟ ماني. ما عندكم اجابه؟ ما عندهم. لا ما عندك؟ امامه. امامه بنت امرته زينب رضي الله عنها. بنت من؟ بنت زينب. اوكي اوكي الله يجزاك خير. دقيقه دقيقه اختر اختر لزينة. نقطه نقطه. كان يطلع غلط عقب السؤال. طيب زوجة الخليفة وبنت الخليفة وأخت الخلفاء فمن هي؟ عندهم سؤال صعب قبل شيء نفسكم ما جاوب. تعرفون أنتم الدربوية؟ بنت الخليفة. بنت الخليفة. بنت الخليفة أخت الخلفاء زوجة الخليفة. حاول استماع 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 استماع. ابغى اخصم عليك. لا بنت خليفه اخت الخلفاء وزوجة انت. يلا شباب الوقت 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 ايضا انت مجموعتك الوقت. اخت الخليفه اخت الخلفاء بنت الخليفه زوجة الخليفه. اخت الخلفاء ابوها خليفه زوجة خليفه اخوانه خلفاء. اخت الخليفه وزوجة الخليفه. عرفتها هو كذا. اي اي صح صح نعم. ما المعلمك؟ والله
ما معلمك بخصم عليك عيال اسمع 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 عليك اسمع عليك ما عجب لازم اقول اسمها ولا اقول زوجة فلان اسمع اسمها لازم سلمان اصبروا يا فكر يا عاي ورحم والديك يا شباب اعطونا اجابه اسم ايش السؤال اعطونا اسم غلط عليك انت قول سؤال ثاني بسرعه بسرعه ما في وقت ما في وقت يا شباب ايش عاد ولا تجاوب اسمع اخت الخليفه بسام سنك عرفت ام الخلفاء يا عاي وزوجة الخليفه واحد يجي لازم يجاب الحين الحين انت الوقت اقول لا اله الا الله ما تعرفها اعرفها والله وش نعمل انت الوقت يا شباب صالح ما عندكم اجابه ترك الشوط عرفني الثاني دقيقه خطا عليك تخصم النقطه اللي عندك صح ليتس جو ليتس جو ليتس جو ايوه اثنين يا شباب نقطتين نقطه هذولك برا هذولك برا شيء انت اللي كاتب الاسئله شوف ما اقسم بالله اني ما اعرف أنا أنا وش عرفني؟ دقيقة أغيره؟ كم طول معجب؟ كم طول معجب؟ أوه ما أقدر أنت تسكت سؤال عندنا الحين سؤال هنا لا 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 سعود معجب أنا عندي أنا عارفه أنا عارفه أعرف معجب طلع غلط طب دقيقة أصبر لا 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 أصبر أصبر حتى لو طلع أنت قلت لي ثلاث تبي لي أنت تبيه دقيقة ولا تبي لي طلع في المستشفى؟ اسمع دقيقة بقول لك ايوه دقيقة خليني اقول لك انا والله اني اقول انه اذا صح صح طب دقيقة اصبر اصبر انت لا 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 بالمستشفى ايه تبي اللي قلته لا 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 دقيقة يا شباب دقيقة دقيقة سعود بسوي دقيقة دقيقة انت اللي دقيقة لو سمحت اذا طلع صح بقول صح طيب جواب واحد بس طيب بس بس انا سؤال عندي سؤال بس بسيط واحد سؤال بس جاب واحد لا هو قال 150 عطني رقم وانا مخلفك وانا اسيبك وانا اعرف قول علي 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 قول يلا قول دقيقه لقينا لقينا يلا 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 دقيقه 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 لا 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 من بيجاوب بسرعه يا شباب 165 صح كفو والله 160 والله لذبحك دقيقه يا شباب مو يا شباب باقي باقي سؤالين بس باقي سؤالين سؤالين مو 165 سؤالين دقيقة اول شيء يا خلينا نكمل الفقرة يا يا دربوية علي يا اخي انت مؤدب مؤدب توكم جاوب هذا الدربويه زحيفه يا والله صح والله صح طب اصبر 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 دقيقه اول شيء جاي صل على النبي يا عيال محمد فرح يا عيال صل على النبي اول شيء هذه وش هي فقره ايش اسئله ثقافيه صح ولا لا خلنا نكمل لك خلنا نكمل لك دقيقه هو يوم جاء خلنا أكمل لكم قال أسئلة ثقافية تفيد المتلقي سواء أنا وش أستفيد يوم أعرف من طول معجب 100 أنا عندي وش أستفيد أول شيء طولك والله ما يجي 152 خصم نقطة لا أسمع علي 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 بالله علي 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 انا اجلس لو سمحت اجلس خلاص خلاص لو سمحت لا اجلس معلش اجلس نجح الفقرة لو سمحت يا شباب سؤالين نجح الفقرة لو سمحت والله أنه طويل من 65 أول حاجة صالح أنا قلت ما أنا أبغى أسئلة ثقافية دقيقة يا شباب تطلعون علي بغيت تضربون يا شباب لا معليش أنا آسف معليش تضروني برا في الطلعة معليش لو سمح والله ما أدي والله ما أدي والله ما أدي خذ هذا السؤال لك خلاص يلا حصلون بسكم فيه ريح ها أه؟ لو سمحت وملهي بسلم عليه بس يا شباب ترى سلام بس لا لا بس سلام برا 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 لا لا سلام اسمع سلام بسلم يا شباب شباب عيال ابو ملهي
بجيك انا بجيك سلم عليك ابجيك 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 يا دقيقه يا صالح. اول شيء انا سالت قلت ما ابغى اسئله ثقافيه، قلت لكم بالحرف حتى بالماريه، قلت ممكن يجيك سؤال كم مقاس كعب علي، ممكن سؤال ثقافي، ممكن سؤال كم طول سعود العتيبي. انت ابوها اسفير وانت ابوها كم مقاس نظارات فهد معيان. طيب اعطونا واحد ثلاثه واحد تعال يا مسلم عيال فيها نقاط. ماني معلمك محاولة غش. اختصار عيال 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 في مو مشاهدين برا يعني شوي الصوت. والله دور سعود الحربي حلو لو سمحت عطني سؤال. لا ما تجيبه ما انت مثقف. اذا ما فتح السؤال قدامي اذا ما فتح السؤال ترى يسحب السؤال منكم. اذا ما فتح السؤال لازم افتح السؤال هنا ويقرأ. اسمع افتح السؤال. طيب بروح عليك ترى. طيب اوكي 3-2-1. من بنى الجامع الاموي في دمشق؟ معلم كان ترى معلمك لا تسوي انت لو سمحت. والله ما علمت. من بنى الجامع الاموي كم في كاميرا تشوفكم ما بدك تغمض. طيب ما اقول غمض. من بنى الجامع الاموي في دمشق؟ تعال تعال بس لا تعلمه ده ابو يوسف. ابو يوسف واضح بس اني انا ناسي دحين. اسمع يا سريع 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 يا شباب. عبد الملك مروان. انا والله ثلاثة واحد وانا اشهد انا خابر. ثلاثة مجموعة علي واحد مجموعة عايض. جاوب بكل ثقة. واثق. من الذي بنى الجامع الاموي في دمشق؟ عبد الملك بن مروان. دقيقه عيال ليش تقول كذا؟ ليش تقول كذا؟ ما انا وش قلت لكم؟ تقلب علي انا قايل وش قلت لكم؟ خلاص راح جيب سؤال يا شباب. والله احنا قايلينها قبل الاولى. والله احنا قايلينها يا شباب قلنا ما درنا عوام عوام ها عيال. والله قبل لا تقول يا شباب. يلا اسمع اجابه. تعال عندي تعال تعال. اذا جاوب غلط ايه تنقص. ايه تنقص تنقص منكم نقطه. ايه زي تبين نجاوب اذا جاوبت صح. اذا جاوبت صح يا ابو عجب يا ابو عجب. قول قول قول. دقيقه دقيقه انا اعتد على الاجابه هذه. خلي اعطهم فرصه ثانيه. دقيقه يا سلام خلاص عجب. ها فرصه واحده فرصة. وانت عندك وانت عندك. قول. اصبر. الوليد عبد الملك. كفو. 4-1. ابو جابر خذ لك ابو جابر. 4-1. حق الريالتي. واحد يجي. 4. انديكم. اي واحد يجي. بس بكرة. يلا نبي نقفل الخمسة. يلا سريع. واحد يجي. يلا. واحد يجي. لا علي جاء معليش عطنا احد غيره. طالب الطب تعال. طالب الطب انت مدقق ليه يا ولد؟ هذا على حفظ القران كامل. اربع رجال الله يحييك. عسيري محمد مفرح. محمد مفرح نواف عياش. خلونا ننجحها بالهيبه. طيب اسم اصبر صالح قبل ما يقولون يا ربع صالح النبي. والله ما في مستوى. انا اشوف ان حمان جاوب وننقل السؤال مباشر لهم. لا خلوها في وجهي عشان سؤال سهل. سؤال سهل يا طالب الطب. السؤال سهل خلونا طالب الطب. طالب الطب شخص انت معي ما تخص. اسم ام علي بن ابي طالب. دقيقه خلنا نشوف. لا 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 نبي نجاوب. والله مو سهل. صح انا اشوف انه مقبطوكم خلاص. انا اشوف مقبطوكم. قد قلت لكم عييتوا. اقول خلي نطلع. ها يلا جاوبوا. لا 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 جاوب اتفقوا. روح قبل روح اتفقوا. جاوب الموضوع تغمز خصم عليك. ترك طالب طب. ام علي بن ابي طالب عسيري. طيب هو ابوه اسمه ابو طالب. اسم امه ام طالب. ام طالب غلط. الا صح غلط عندكم. لا 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 عايض تبونه ولا لا؟ كفو شرمون صدق. ما تبونه؟ ما
ولا الإجابة؟ ولا الإجابة. فاطمة بنت أسد. بنت أسد. إذا ما خانتني الذاكرة طبعا. باقي ثلاث. باقينا ما استوى. فاطمة بنت أسد. طيب إني قلتها تقول خطأ. الله يطول عمرك. سعيد اختار السؤال. ببيعك ثاني مرة. ايش اكتب ذي خط قلمي هو. اوه. تعرفون عمار بعض انت صح؟ دقيقة تعرفون عمار بعض؟ ايه. طيب. انت واحد وهنا كم؟ أربعة. أربعة. هذه جتكم فرصة. من هو شايب النسخة؟ هذولي ولا في المجموعة؟ لا لا نسخة. ال 24 نسخة قال النسخة 24 رجال. النسخة. دقيقة دقيقة لا تجاوب عشوائي ترى بتخسر عليك يا عزيزي. عزيزي شايب النسخة يا شباب دام احنا نقول له شايب النسخة. شايب النسخة بالعمر ولا احنا نسميه؟ لا لا بالعمر. بالعمر كله. يعني مثلا محمد فرع عمرك 46 لا ما نعرف عمره. لا 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 صالح البلوي اكبر واحد. صح لا لا صح 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 لا 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 صح صح كم عمرك كم عمرك تعال بس في ركور منك دقيقه علي 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 يلا 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 بغيت اخليه يلا ها باقي نوع اسئلتي بسيطه اسئلتي بسيطه دقيقه دقيقه عاد عاد ثواني ثواني عاد عاد طاطا بطاطا طاطا بطاطا طاطا بطاطا طاطا بطاطا يا شباب يا شباب ثواني ثواني يا شباب باقي ثلاث أسئلة باقي ثلاث أسئلة لكن بالنسبة شايب النسخة ثلاثة أربعة اثنين ليه يا عيال بالنسبة لشايب النسخة فلو قالوا مسفر هو علنا بعمره لو قالوا صالح احنا ندري صالح بس ما قال عمره فكل الاثنين لو قالوا الاثنين ذي صح تعال فيك ابو يوسف بدون ما تعطيها الحقيقه مأمنين امننا فيك شوف لا ما تحبك يوسف لا اختار طيب اختار ملكة حتى هنا خير الامور اوسطها نعم واذا ما قريتها ترى يخصم عليك نقطه طيب. او خلني اقرا وش الخط هذا اول ملك في الاسلام هذا في الاسلام في كذا تكتب اول ملك هذا في الاسلام قايل لكم يا شباب اول ملك في الاسلام فمن هو ترى اسال اسهل سؤال ترى دقيقه انتظر الاجابه بتجيك اول ملك في الاسلام ملك نقطتين اثنين أربعة اثنين لا الخلفاء نتيجة الهلال الاتحاد لا النجاشي مو ملك لا مو في الإسلام لا مو في الإسلام ما يدخل أنا يلا سوالين يا شباب خلنا نجحها شوي في الإسلام إيه ملك لا دقيقة الحين الخلافة يا شباب الوقت بس دقيقة الوقت الوقت صلاح الدين قول 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 معكم دقيقة عجب عبد الملك إيه أنا رشح تقدم مروان في كاميرا هنا في كاميرا هنا في كاميرا مين مملكة ثلاثة مملكة دقيقة بس معجب عندنا سؤال بسيط طول تختلف الخلافة عن المملكة عن الملك فرح دقيقة عشان نعرف لو ما راح أقول ولا كلمة السؤال من أول ملك في الإسلام يجي واحد الحين واحد يجي جاوب ملك واحد يجي علي جاوب عشوائي تخصم عليك لا ولا مين عشوائي تخصم عليك صلاح الدين ضحنا خمس ثواني اذا ما جاء حد جاوب يلا عليك واحد قول قول صلاح الدين صلاح الدين لا دقيقه قالوا صلاح الدين خلاص لا انا خطأ قالوا صلاح الدين نواف لو سمحت لا لا غير مندوب يا غير مندوب يا طيب صلى على النبي اسم مندوب انا قلت ترى باقي ما قلت اخصم عليك لان عشوائي طلع جواب طلع عشوائي انا اللي اقول الجواب طلع عشوائي الجواب طلع عشوائي يا شباب معليش انا واحد رياليتي
هذا اثنين عند دقيقه اذا غلط يخصم عليك ليش اذا لا ما ابغى سؤال ابغى سؤال جديد ثواني ثواني عيال انا اللي انا اللي انا احدد السؤال هنا غلط عليهم الاجابه الاجابه غلط تبغون انتم لا ما ابغى ما ابغى اعطيني سهل سهل منو طيب ما يبغى الاجابه بيختارون سؤال معاويه بن ابي سفيان طب خليفه نعم اول ملك في الاسلام النبي عليه الصلاه والسلام يقول في معنى الحديث الخلافه في امتي عفوا 30 ما بعدها تبدا يبدا ملك معنى الحديث يعني وكان معاويه طيب اول ملك طيب عندك معلومه تراك اخطيت انا المفروض اللي يقول اجابه شفت جاوبوا اخذتها من بابهم هم ما خصمت لا معليش ما خصمت حتى لو تخصم ما صدق المفروض انهم ما أربعة اثنين اسمع أول خط أول من خط أول من خط بالقلم القلم إجابة عشوائية يخصم أنا عمر غني أرجع لأخوياي سريع معك دقيقة شرب هاي عيال نادر ايش موجود بدري يا نادر من خاط بالقلم بدري شارك خط خاطة عندك توقع جميل شوف لا تسأل أسئلة زي كذا أول من خط بالقلم بس نقطة ممكن هدهد ممكن عصفور ممكن ملك ممكن بشر أول من خط بالقلم يقول ممكن هدهد ممكن عصفور يقول أول من كتب اسمع أنا والله هدي شو إجابة عشوائية خصم خط بالقلم ممكن شو ممكن أنت الخصم لاحق يا عيال دقيقة معكم راح يا رجال يا رجال راح يا رجال ريالتي 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 موافق والله انا والله ما احنا واثقين لكن يا طامر السلامه انت واثق ايش قدموا كرامك اجل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سليمان عليه السلام خطا ما نبي ما عندك الجرأة يا علي متقدم اثنين عطنا الجواب ما ابي اثنين ما نبي سؤال جديد طيب. عطنا الجواب تقول الإجابة طيب؟ ايه إدريس إدريس عليه السلام عطني آخر 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 سؤال ليش يخضنا؟ ما في لوحدة تخضها ليه؟ أول أقرأ عنك من أول منتخب عربي شالا كأس العالم 2-4 لا 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 تحت غلط 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 وش وجه خطك انت اول منتخب عربي تأهل لكأس العالم اجلس اجلس محل لا لا صح ما صار خاصم نقطة عليكم ومع ذلك فزتوا ليه خاصم 3-2 3-2 عندنا اجابة عندنا اجابة ويت 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 وقف 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 دقيقة سؤال لا سؤال لنا ليش خصم طيب ليش خصم جاوبين ذي أنا جاوب علي أنت كده تروع اجلس اجلس علي اجلس اجلس والله بشرح والله بشرح لك بس لا لا خصم عشان معك واحد جاوب من أخوياك ما حد جاوب إلا ماجد أنا قلت مصر رجال علي أنا مصر لا لا ما أقدر عليك من الآخر يا ولد سالفة سيستم والله بشرح لكم والله بشرح لكم ادري الحين شنو اجي شوي بشرح لكم والله بشرح لكم انا اجاب هو وش المغرب اي شيء سؤالك عندي اجاب عليهم بشرح لكم والله بشرح لكم والله بشرح لكم والله بشرح لكم ثواني 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 طبعا انتهت بيض الله وجهكم سواء خصمت او ما خصمت انت فايز الاجابه صحيح مصر لكن انا اعلمك العشوائيه نجاوب عشوائيه مو كيفك يا حبيبي لا كيفي اول مره جي سلطه عليك محمد جابر جاوب هو عندك الله يعطيك بالعافيه يا شباب جاوب هو عندك محمد جابر الله يبيض وجهكم جميعا يلا شكرا شكرا خلط بيض الله وجهكم جميعا يا شباب الله يجزاك صفقه المعجب يا شباب صفقه لي صفقه لي المعجب سي سي رجع عنده حركة أنا وصالح نشكر الأستاذ معجب بيض الله وجهك على الفقرة اللي فيها خطابة حتى لو أنها خسراني
عند الحركة عند الحركة عند الحركة سي سي يلا 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 كيف سي كفو أبي موي أبي موي والله نعيما يا ابو يا اخي انا مش وتفت فنان ما بلحك فايده ايش رايك بس دقا بعيشة في بيض يا اخوان يا اخي امدح امدح دقني بس يا اخي ما ركبت هذا صرح ما طوله عزيز الله يعزك والدقن كان رضيه الملك فهد امزح